تحية طيبة للجميع مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى عدد جديد متجدد من برنامجكم على الهواء مباشرة من قناة الحياة الجزائرية، قناة كل الجزائريين. دائما كما عودناكم من خلال هذه الإطلالة المتميزة ومن خلال هذا المنبر الإعلامي الهادف، نحاول أن نكون حلقة وصل بين المواطن والمسؤول وإثارة الملفات الغامضة والتي يتستر عليها العديد من المسؤولين لإخفاء طبعا إخفاقاتهم مشاهدينا الأفاضل. وأيضا النظام السابق، النظام بوتفليقي، دائما ما يحدث اليوم هو تحصيل حاصل للفساد الذي نخر السيد الجزائر طيلة 20 سنة من التسيير. اليوم سنتحدث عن ملف آخر يهم المواطن الجزائري بالدرجة الأولى، ملف سائقي السيارات أو الناقلين الخواص ونقل البضائع في الجزائر وتأثير جائحة كورونا عن هذه الفئة. غير أن العديد من سائقي سيارات الأجرة مشاهدينا الأفاضل ينتهجون السياسة المافيوية والتحايل على المواطن البسيط المغلوب على أمره. أين هي دور الرقابة في مثل هكذا تصرفات سادة الأكارم سادة الأحبة لكبح هذه الأعمال الغير أخلاقية والغير مسؤولة والتي لا تمت الصلة بالعمل الأخلاقي والإنساني؟ سنتحدث أيضا مشاهدينا الأفاضل عن تداعيات جائحة كورونا على الناقلين الخواص، وأيضا عن مشاريع تجديد الحظيرة الوطنية لنقل المسافرين، وسنتكلم بإسهاب في الجزء الثاني من البرنامج عن الممارسات المافيوية والغش من طرف المهنيين. إذا سنناقش هذا الملف مع ضيفي اللي راح حاضر معنا طبعا الأستاذ عبد القادر بوشريط، رئيس الفيدرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع. مساءك سعيد سيدي. مساء الخير، شكرا على الاستضافة. نعم، هذه أول مرة في قناة الحياة الجزائرية. نعم نعم، أنا دائما ضيوفي اللي يجوني هنا للبلاطو دائما نسقسيهم إذا كانت هذه أول مرة، وإن شاء الله ما تكونش آخر مرة. إن شاء الله. إن شاء الله. إحنا هنا رانا في البرنامج لإزاحة الغموض عن المسائل، وبالتالي لانه فيه بعض الضيوف لما نجيبهم هناك شغل ينفعلوا الى ما غير ذلك، نحن هنا من اجل ازاحه الغموض فقط عن بعض القضايا واثارتها من اجل حلها. اوكي لك. يلا نبدا معك طبعا ضيفي الكريم. من جائحة كورونا التي طبعا في الجزائر عن باقي غرار دول العالم، كيف كان التاثير على الناقلين الخواص؟ تفضل. شكرا. يعني هذه الكورونا، هذه كورونا فيروس اثر مليح خاصه على 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 جميع الناقلين، بالناقلين تاع الاشخاص يعني بالحافلات او بالسيارات الاجره، ما من نقل البضائع، باش كاين كما يقولوا لاكتيفيتي كوميرسيال ولا لاكتيفيتي ايكونوميك في بلادنا نقصت، مام يعني النقل للبضائع نقص في بلادنا، واثرت على جميع التجار وعلى التجاره بصفه 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 عامه، ولكن حتى الان مازال يعني ياثر علينا هذا الفيروس على الناقلين. الناقلين ما بين الولايات او النقل الحضاري والشبه الحضاري او النقل الريفي، باسكو هذا الفئه من الناقلين راهم يعني لو دو شارج تاعهم راه 50%، ما عندهمش الحق باش يتعمروا من 100%، وهذا يعني هذا ما تساعدش يعني الناقلين، ما يقدرش بالنفس التسعيره ويعني تدي 50% لا شارج تاعك تكون 50%، وحنا ما عندناش الحق باش نزيدوا في التسعيره، وطلبنا التعويض من الطرف الدوله، ولكن حتى الان ما كانش يعني التعويض. قلنا احنا معليش بارابور كورونا اون باشارجي لو تو درومبليساج تاعنا يكون 50%، ولكن الدوله لازم تعوضنا سوا 50% او 30-40% لهذه الفئه من الناقلين. نعم، نروحوا خطوه خطوه. المتضررين اليوم سائقي سيارات الاجره، نقل البضائع وغيرهم بسبب هذه الجائحه، هل قدرتم الخسائر؟ الخسائر باينين يعني سي لا ديكلاراسيون يعني تاع لي زامبو تاع جميع الناقلين، يعني ساهله باش الدوله تقيم الخساره تاع الخساره تاع الناقلين. كم تقدر هذه الخسائر؟ وحنا ما عندناش يعني ما عندناش فيها جائحه كورونا، ما عندناش لو شيفر اكزاكت، ولكن سي لا فايت
دروك ما تقدرش تقول ناقل خسر طون ولا خسر، راه في 9 أشهر ما راهش يخدم، ما راهش يخدم. يعني الناقل، ناقل ما بين الولايه ولا الطاكسي ولا مام الناقل الحضري اللي راه يخدم 50%، راهم ناقلين، راهم يعني دخلوا في لافايت، دخلوا في الازمه. نعم الحقيقيه. نعم الازمه الحقيقيه صراحه التي فرضتها جائحه كورونا على سيدة الجزائر عن باقي غرار دول العالم. ولكن ما دام انه بالنسبه لناقلي الحضري بنسبه 50% فيه تحايل من طرف بعض سائقي سيارات الاجره سيدي الفاضل، وين كاين ديجون يظلوا يشكيوا، اسمح لي لهذا المصطلح، ما كاش خدمه، ما ناش نخدموا، يجب على الدوله انها تعاوننا. ولكن انت لما تحكم تاكسي تقول له اديني البلاصه الفلانيه ما يديكش. يا اخي هنا ثاني فيه تحايل. يا اخي ما نشوفوش الطاكسي، باسكو الناس هادو اللي راهم يحيلوا على المواطنين، على الزبائن، ماشي تاكسيات. الطاكسي اللي عنده النيميرو، اللي عنده لا 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 باسكو القانون حبس هذو الطاكسيات بارابور الكورونا. كي حبسنا هذو الطاكسيات، حبسنا الحافلات، حنا طلبنا باش نشوفوا كيفاش إعادة النظر، كيفاش يوليو للعمل. كما يقولوا لا ناتور لا اورور دو فيد، ما كانش النقل ما بين الولايات، خلاو لو فيد، خلاو لا بلاص الكلونديستان. الكلونديستان يديروه جميع المواطنين، من بعض الطاكسيات، ولكن حنا ما نسميوهمش هذوك الطاكسيات، نحاول النيميرو تاعهم، نحاول لابانتور دي فوا تاع الطاكسيات. ولكن لو كان سمعونا حنا كنقابه قلنا لازم نشوفوا كيفاش هادو الناقلين يوليو العمل تاعهم، ما هادو الطاكسيات ما بين الولايات يوليو العمل تاعهم، ومستعدين باش يشوفوا الشروط ويطبقوا الشروط اللازمه، لو بروتوكول سانيتير اللي لازم يطبقوه. ولكن حتى الان ما لو شيف دو غوفرنمون ولا الحكومه ما سمعتناش، ولا لا كوميسيون سانيتير هذه ناسيونال ما سمعوش لاصحاب المهن، ما تخرج من الازمه تاع النقل اذا ما تجتمعش مع المهنيين، مع الشريك الاجتماعي، بخصوص الشريك الاجتماعي باش نلقاو الحل مع بعض، باسكو رانا داخلين في الازمه. الازمه يعني كبيره. ويقولوا لو ترونسبور سي لا كولون فيرتيبرال دو ليكونومي تاع البلاد. وحنا الان اذا النقل ما لازمش يوليو، يعني ما ولاش، يعني في اقرب وقت نزيدوا ندخلوا في ازمه. حنا سي بور سا نطلبوا من وزاره النقل، نطلبوا من رئيس الحكومه، يعني باش نشوفوا الحل مع لي بارتنير سوسيو في اقرب وقت، باش نلقاو الحل لهذه الفئه باش يوليوا العمل تاعهم. نعم هي فكره جميله اثرتها سيدي الفاضل، ولو انه سؤالي ما كانش هذا، ولكن تجاوبت على سؤال اخر لم يطرح، معليش نوصلوا في هذا السؤال اللي تكلمت عليه انت، وبعدين نعود نوليو لسؤالي انا اللي طرحته. ما دام انه الحكومه الجزائريه صراحه اخذت هذه الاحتياطات وهذه الاجراءات الوقائيه نظرا لانتشار فيروس كورونا والحد من انتشاره، لانه كثير من السائقين لم يتقيدوا بالاجراءات وقائية، فتحت الباب حبيت تقول انت اليوم وفتحت المجال امام سائقي سيارات الاجره اللي يخدموا اونوار. لا لا انا قلت لك ماشي سيارات، كاين لي كلونديستان، كاين لي كلونديستان، الاغلبيه سي لي كلونديستان، راهم يخدموا قدام الشرطه، قدام الدار، قدام الاداره، قدام لي ديريكسيون دو ترونسبور، قدام الاداره، راهم يخدموا ليبر ويشارجيو لي بلاص كيلفو في السيارات، 5 بلاص يديو 5 بلاص، نون ريسبيد دو بروتوكول سانيتير داخل السيارات هذو. سي بور سا قلنا لكم، سيتادير لا ناتور الى اورور دو فيد، لو كان درنا مجهودات كيفاش هذا النقل ما بين الولايات، كيفاش سياره الاجره يوليو لي بيس يوليو، هذو لي كلونديستان بون ديسبارات، باسكو هذو لي كلونديستان ما كان ني لو ريسبي دو بروتوكول سانيتار، لو ريسبي تاع لو بري، راهم نعم اسعار خياليه صراحه. البارح يعني جاء رئيس النقابه للصيادين جيمس كيكدا قال لي خلصت 250 الف الي و 250 خلصت. اعطيك صحه، وهذو راهم يخدموا في الوسط العاصمه، راهم في خروبه، راهم قدام لا بومبا ايسونس هذيك تاع خروبه، يعني ما هما سيتادير لو فيروس
ما انيكزيست با عند الكلونديستان، عند التاكسي الحقيقي ولا لو بوس انيكزيست. نعم، اذا اليوم على الحكومه، على حكومه عبد العزيز جراد اعاده النظر في هذه القضيه، ولو انه فيه بعض المؤشرات انه تقول راح يكون فتح للنقل بين الولايات يوم 15 من شهر ديسمبر حسب ما يقوله ملاحظون ومراقبون، خاصه في ظل فتح المجال الجوي. سي تادير حنا ما لازمش يكون فيه انفراج، ما لازمش يعني نكونوا كما يقولوا لابيتي ديجا، هذا حب يفتح هذا ما حبش يفتح، لازم يفتح. دخلنا في ازمه، في ازمه كبيره، لازم نشوفوا كيفاش هذا النقل يفتح، كيفاش لي زونتربريز يفتحوا، كيفاش لي زيكول يفتحوا، جميع لا 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 كيفاش تكون اون رولونس ايكونوميك تاع 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 البلاد. نعم. شنو ندخلوا في ازمه وحنا نطلبوا من رئيس الحكومه، باسكو كاين دي سبيسياليست، كاين رئيس الحكومه وحده ولا الطاقم الوزاره وحده ما يقدرش يخرجنا من الازمه. كاين دي سبيسياليست، كاين لي بارتنير سوسيو، كاين الناس اطارات تاع الجامعه الجزائريه. علاش ما يكونش الاجتماع يكون تكون المشاوره مع جميع الاطارات، مع جميع لي بارتنير سوسيو، باش نشوفوا كيفاش تكون هذه لا رولونس ايكونوميك، كيفاش هذا النقل يولي، كيفاش لايجاد حلول ميدانيه والمحافظه على الاقتصاد. عندنا دي سيرفو، عندنا الناس يعني. جميل جميل. هذا مطلب طبعا، وان شاء الله الجهات الوصيه اليوم راح يتابع فينا ان شاء الله تاخذ هذه النقطه بعين الاعتبار، ولو انه قطاع النقل يؤثر بطريقه او باخرى عن الاقتصاد الوطني، وشفنا انه عنده تاثير سلبي كثير. ايش بوسرهم الناس يقولوا النقل سي لا كولون فيرتيبرال دي ليكونومي، ماشي برك النقل لازم يولي، كلش لازم يولي. نعم، هل تلتزمون اليوم في حاله ما اذا الحكومه اقرت فتح قطاع النقل بين الولايات بما يخص طبعا الحافلات او سائقي سيارات الاجره بين الولايات، انه راحين يلتزموا بالاجراءات الصحيه الوقائيه؟ شي نورمال. دروك الجزائري كما يقولوا الى بري كونسيونس، وتشوف برك في الطريق الناس راهم يديروا لابافات، كاين سوني با كيما لي تروا موا الاولين ولا لي كات موا الاولين، كاين كومام بريز دو كونسيونس عند الجزائريين، على بالهم بلي لو فيروس اليكزيست، الاغلبيه تاع الجزائريين على بالهم هذا لو فيروس اليكزيست، كاين. ولكن اسمح لي هنا ينقطعك، انا ماشي غالبيه الجزائريين على بالهم باللي كاين لو فيروس هذا يكزيستي، لانه غالبيه الجزائريين يقول لك هذه سياسه مفتعله وهذه السياسه دارتها الدوله باش انه ما نلتوش بالامور السياسيه. في الجهه الاخرى نرى انه اللي دايرين لي بافيت هادو خايفين من المليون او من الاجراءات العقابيه. هل هذا صحيح؟ لا 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 لا, لا. انا رانا في الميدان على بالنا بلي الجزائري باسكو دروك ما كانش حي، ما كانش فاميليا اللي ما عندهمش موتى يعني بارابور الكورونا. الكورونا يعني الجزائري اللي كونسيون بلي لو فيروس اللي اكزيست اون الجيري، اللي اكزيست اون امريكي، اللي اكزيست اون اوروب، اللي اكزيست يا كومام بريز دو كونسيونس. اما هادو اللي يديروا سياسه يعني على الظهر الفيروس هادو احنا نورمالمون ما نسمعوا لهمش، باسكو اون ايتون دونجي، اون ايتون دونجي. دخلنا في ازمه، الناس ولاو التلاميذ المدرسه دو تروا جور بداو يعيطوا لازم نغلقوا المدارس. هذا ماشي حق، هذا ماشي با نورمال. المدارس يفتحوا، لي زيجين يفتحوا، ترونسبور يولي ان ريبريز ايكونوميك. لا 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 في البلاد اون دوا لا بروندر اون شارج. حنا الاولين في الاتحاد التجار في رمضان قلنا لازم نخدموا بالفيروس، لازم نوليو العمل بالفيروس، ولكن التعامل والتعايش مع هذا الفيروس. شنو ندخلوا شنو كما يقولون كوليو يعني بالعاميه. نعم. يلا راح نناقشوا هذه القضيه وقضايا اخرى في الجزء الثاني من البرنامج. خلينا نتكلموا ايضا على سائقي سيارات الاجره عفوا او النقل الحضري هنا في العاصمه. نشوفوا باللي يخدموا بصفه عاديه والحكومه رخصت لهم للعمل، ولكن هنالك بعض سائقي السيارات فيه تحايل على القانون، تقول له اديني البلاصه الفلانيه ما يديكش. هنا كيف يمكن للمواطن انه يتصرف مع هذا السائق؟ وي في غالبيه الاحيان ما يضرب معاك، يقول لك ما يضربش معاه، وعنده النيميرو تاع في الباب، عنده نيميرو، يقول لك ما عندك ما تقضي لي وما عندك ما تدير لي. لا 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 انا باش نقول لكم، كاين لجنه العقوبات في مديريه النقل في لي ديريكسيون دو ترونسبور في لي 40 ولايه، وكانت تجتمع شاك 15 جور، كاين اكثر من 60 70 ناقل ولا تاكسي تعاقب في 15 جور. هل في تطبيق قانون لهذا الشيء؟ لانه المعرفه والمحاباه في النظام البوتفليقي صراحه خدمه
خدمتها. دروك واحد دروك عندك المعرفه وعندك السوارده تشيبا ولا كيما يسموها الكادو تقدر تفيد يا اخي في بلادنا يعني ما نقول لك هذا تشيبا خرجت في بلادنا هذا تشيبا واحد ما يقدر يقول لك ما كانش تشيبا في زمان تاع بوتفليقه او في زمان تاع لي غوفيرمون اللي فاتوا كاين هذا الرشوه في بلادنا كاين الرشوه كاين كلش في بلادنا سيتادير طاق على منطاق حنا يعني نتمنوا نحيوا هذا الرشوه نتمنوا نوليو ان بابل سيفيليزي نوليو ان بابل كيف ريسبكتي القوانين الجمهوريه الجزائريه من رئيس الجمهوريه حتى لاجون دي سيكوريتي. هل في تطبيق القوانين بخصوص وزاره ولكن هل في تطبيق القانون؟ ولكن كاين في تطبيق القانون في مديريه النقل، ولكن دي فوا كاين ينحي لك البوليسي الكواغط ولا ينحي لك الجندرم ولا الانسبكتور تاع لا ديريكسيون دي ترونسبور، كاين اللي عندهم كما قلت انت عندهم المعارف يريكوبير، مي سي با تو الموند، ولكن حنا نتمنى. اذا حبيت تقول هنا انه القانون يطبق فقط على الزوالي على اللي ما عندهمش بعض من الناس يطبق على بعض الناس. لماذا لا نكون سواسيه ولا القانون هذا نقول لك بالرغم من انك للقهوه ولا عندك المعرفه ما تديش درت خطا تتحمل مسؤوليته. هذا مازال ما لحقناش. هذا انتم اليوم كنقابه ما تطالبوش بهذا الشيء بالعداله الاجتماعيه والمساواه. انا ماشي برك نقابي، انا كمواطن جزائري نطلب باش تكون العداله باش يكون التطبيق تاع القانون على جميع الجزائريين. قلت لك من رئيس الجمهوريه حتى لاجون دو سيكوريتي. ولكن هذا ساس بريبار باسك علاش صافي توت كيما تقولوا اون ديسيني لالجيري عاشت في فوضى، لالجيري عاشت في الرشوه، لالجيري عاشت في الديتورمون. هاوليك واش لقينا وين لحقنا البلاد. نعم ولكن التغيير سيدي الفاضل لا يكون من الحكومه فقط وانما حتى من المواطن الجزائري. المواطن ايضا اذا كان لقى فساد يجب ان يبلغ ويجب ان تكون فيه متابعات، ولما يكون يقدم شكاوي هذا المواطن يلزم انه تكون فيه رده فعل وتكون فيه استجابة لهذه الشكاوي باش كامل يعاودوا لهم. شكون إذا الإدارة إذا نعم. الإدارة تمد الحق تاع المواطن، المواطن ما يحوس على المعرفة ما يحوس على تشيبا. لازم حتى في الإدارات كاين في ديمقراطية ريفورمي نعم. لازم إيفو ريفورمي الإدارة، لازم يديروا كيما يقولوا لي كومبيتونس في الإدارة، لازم دي زونات في الإدارة، لي زونكات اللي راهم في الإدارة. صح، تقدر تقول لنا اليوم على الإدارة الجزائرية بخصوص وزارة النقل مادام أنك أنت من أهل الاختصاص، يعني هل فيها إدارة حقيقية بوزارة النقل ومديريات النقل عبر مختلف 48 ولاية؟ هل في استقبال المواطن للسائقين رفع انشغالاتهم؟ كاين بعض كيما يقولوا لي ديريكسيون دي ترونسبور يستقبلوا بيان، كاين بعض ما يستقبلوش بيان. الرشوه موجوده في النقل كيما جميع الادارات الجزائريه، الرشوه كاينه مازال ما تنحاتش الرشوه حتى الان. سي تادير نقصت مي مازال. سي بور سا قلت لافير هذه تاع الرشوه، لافير هذه تاع البرالون لازم نبداو بشويه. نعم بور ايديكي باش دابور نمدوا الحق تاع المواطنين، ماشي حتى يغلق واحد الطريق باش تقبلوا تمد له حقه، يروح للاداره يقول لك ما كانش واللي غدوه واللي الناس يروحوا يغلقوا الطريق، كي يغلق الطريق الوالي راه واجد، لو ديريكتور واجد، الناس كاع واجد، علاش ما يكونوش موجودين قبل ما يغلقوا الناس الطريق؟ يفو ان ريفورم، لازم نحيوا في الذهنيات تاع الجزائري التطبيق القانون الجمهوريه الجزائريه ونمدوا الحقوق تاع المواطنين الجزائريين والاداره تكون نقيه. نعم، وهذا ما عمل عليه النظام السابق، نظام بوتفليقه، نظام العصابه. نتاسف انا لما نقول نظام العصابه صراحه لانه 20 سنه ضاعت من عمري انا ومن عمر المواطن الجزائري. لما نقول احنا اصبح غلق الطريق لغه التواصل بين المواطن والمسؤول، اذا كنت انت ساكت اذا نغلق عليك الباب، اذا بدك تدير لي المشاكل وتغلق لي الطريق عمر له فمه ينسمو. ايه علاش الناقلين حتى يديروا كراك باش يستقبلهم المدير ولا يعالجلهم المشكل تاعهم في الجمهوريه الجديده الذي نادى بها الحراك الشعبيه المبارك يوم 22 فبراير؟ كيف يمكن اليوم انه الخروج من هذا النفق المظلم والخروج الى الشفافيه والمصداقيه في التعامل؟ ويعني الوسيله الوحيده
دابور لازم تكون انسونسيبيليزاسيون تاع المواطنين، ولازم يكون تطبيق القانون على جميع المواطنين، من المواطن البسيط حتى المواطن كيما يقولوا اللي راه اوكيبان بوست يعني في الدوله، ماشي في الطريق واحد ينحيولوا البيرمي يمشي 120 ينحيولوا البيرمي، واحد يمشي 200 الور ما ينحيولوش البيرمي، واحد عنده الدروا لوجمون سوسيال ما يديش، واحد يديه واحد اخر. سي لازم تكون العداله الاجتماعيه، نعم. لازم تكون جوستيس سوسيال في بلادنا، لازم يكون تطبيق القانون على جميع المواطنين الجزائريين وينحيوا، باسكو انا نقول لك مازال العصابه في الولايات، مازال العصابه في الوزارات، يعني في الاداره الجزائريه مازال الناس تاع العصابه، يفولي فيلتري، يفولي ديكوفرير. يجب ان يكون هنالك تغيير جذري في الذهنيات وحتى في الاشخاص الذين يعني في مناصب، من اجل لانه كاين بعض الاشخاص صراحه يحاولون ضرب امن واستقرار السيدة الجزائر، وذلك بتحسيس المواطن البسيط انه مازال النظام بوتفليقه ساير من خلال تصرفاته، من خلال تصرفاته في الاداره ولا في مختلف المجالات. الزميل امين محمد بدري قام بجوله استطلاعيه وبتحقيق، احنا خذينا مقتطف منه فقط، وكنت توجه للاداره او لوزاره النقل. نشوفوا هذا المقطع طبعا مع الزميل المخرج رزقي لونيس اذا امكن تعطينا المقطع. بعد ذلك تنقل فريق العمل إلى مقر المديرية للتقرب أكثر ومعرفة ما يحدث في منظومة سائقي سيارة الأجرة، فتفاجأنا بعدم وجود أي مسؤول يحدثنا عن هذا الواقع، وكانت هذه هي الحجة. اسمنا نقدروا نحكي معك شي واحد ولا؟ شوف هنا الديريكتور تاعنا اللي بارطاجي دي ديريكسيون دو ديريكسيون صافي، راهو هنا وراهو في تيبازا بوغ لانستون اليوم كاشو الوغ ريسبونسابل اللي يقدر يرمبلاسي راهو غينيون في المينيستر شكون هذا؟ لو شيف دو سيرفيس. مؤسف جدا، ديريكتور تاعنا غير موجود بهذا المصطلح، تعليقك تفضل. شي بورسا يعني قلت لك لو كان كاين استقبال مش المدير، ديريكتور تاعنا، ركز لي على تاعنا. تفضل. قلت لك لو كان كاين يعني حسن استقبال، لو كان كاين بريزون شارج تاع المشاكل جميع الناقلين ولا جميع المواطنين في الاداره الجزائريه، ما يكونوش المشاكل. سي بور سا قلت العصابه مازالها في الاداره الجزائريه. يفوا فوار كونفيونس من لا جونيس الجيريان اللي خرجت من الجامعه الجزائريه، اللي خرجت من المدرسه الجزائريه، باش ندخلوهم في الاداره. نعم، حبيت تقول اليوم سيدي الفاضل انه فيه تلاعبات، فيه فساد بخصوص وزاره النقل ومديريه النقل، مبالغ خياليه رصدت الى هذا القطاع، ولكن لما نشوفه في الواقع كارثه صراحه بالنسبه للحافلات، حافله الموت، حافلات مهترئه جدا لا تصلح حتى لاستبل. كيف يمكن اليوم انه نواجه كل هذه الحافلات المصائب؟ هذه الحافلات احنا الاولين قلنا استوردنا الخرده تاع العالم، احنا انا اللي قلتها في القنوات الجزائريه في التلفزيون بلك استوردنا يعني الحافلات ولا السيارات الخرده تاع العالم كاع جبناها. لماذا اليوم هذا التغليط؟ هذا يعني سي لو سيستيم كما قلت انت، السيستيم تاع 20 سنه لا 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 جابوا ديزافير على ظهر الجزائريين، على ظهر الناقلين. حنا نجيبوا نشريوا الحافلات افيك دي سوم كبار، دي سوم كبار، ولور كي سي دي بوس ما يشدش عامين. انني قلت بليك الناقلين هذو ايزيتي ارناكي بار لي زامبورتاتور، انا لحقت مام وين قلت يفو فاري نونكات ونطلبوا التعويض لهذو الناقلين من لا مافيا هذو اللي جابوا الحافلات الغير صالحه للنقل المسافرين والسيارات الغير صالحه للسير في الجزائر، او لي كاميون هذو اللي جابوهم غير ثاني سون با بيان بور لو ترونسبور مارشانديز. وحنا قلنا لازم نشوفوا النوعيه تاع الحافله والنوعيه تاع السياره ولا الشاحنه اللي لازم نستوردوها اللي لازم تمشي في بلادنا. قلنا لازم دي بوس دي تاكسي كي ريبون اون نورم انترناسيونال دو ترونسبور فواياجور
ولا الترونسبور مارشانديز ولا ميم السياره السياحيه اللي لازم تمشي في بلادنا بور ايفيتي لي زاكسيدون دو لا روت. راهم يجيبوا دي فيكول دي بوس ديري كاويتش ونديري دي كارت. نعم اليوم الفساد هذا اللي راح حصل والذي ينخر بقطاع النقل في الجزائر فيه تواطؤ فيه بارونات راهي تاجر في هذا القطاع كاين كاين الناس داوهم الحبس هذو كاين الناقلين اللي دعمتهم فئه من يعني اطارات من الدوله اللي سيطروا على النقل على النقل الحضاري على النقل لو ترونسبور يونيفرسيتير داوها داو الناس داو يعني تو لو ترونسبور يونيفرسيتير داو هذو لي كروكوديل هذو سي دي كروكوديل كلاو مام لي ترونسبورتور صغار لي كلاوهم. حنا قلناهم نهار اللي كانت العصابه قلنا في الوزاره النقل بلي درتونا دي كروكوديل كراو الترونسبورتور. كنتو انتم كنتو غايبين لما كانوا هاد لي كروكوديل؟ ديكلاري احنا قلنا كنتو ثاني انتم تشيتوا ايضا في ذاك الوقت؟ لا لا والله ما نشيتوا احنا نقابه ما نشيتوش. احنا قلنا بلي جبنا الحافلات ماشي مليحه في الزمان هذا تاع السيستم. كنتو تكلموا الواقع المعاش؟ كلم انا اللي هدرت قول مازال لي فيديو مازال انا اللي قلت انا امبورتي الخرده تاع العالم لهنا. انا اللي قلت جبتونا كروكوديل للترونسبور كلا كاع لي بتيت. كيفاش كان رد الحكومه عليك؟ ولكن عنده ان سوتيان من الطرف اطارات تاع الدوله. حنا نقابيين صغار اون دينونسي اون لو كوراج دو دينونسي كيما دروك ثاني اون دينونس. نعم لي هذا المصطلح ونعتذر مشاهدينا الافاضل عن هذا المصطلح طبعا تاع كروكودين. من تقصد بلي كروكودين هذو اللي كلاو البلاد؟ هذوك لونتربريز دو ترونسبور هذيك الكبيره اللي داروها في اون الجيري بين مولاه راه جو سي با سي جو لو دروا دو سيتي ولا مولاه راه في الحبس راه في الحبس معروف من طرف الجزائريين. من هو الشخص؟ سيطر على النقل تاع الترونسبور يونيفرسيتير. نعم سيطر في النقل. من هو الشخص؟ جو سي با سي جو لو دروا يعني باش نقول نعم باش نكونوا واضحين وشفافين ولكن يعني معروف على معروف على مستوى الوطن ان الجزائريين كاع يعرف شكون راه سيطر على النقل الجماعي الترونسبور يونيفرسيتير والنقل بصفه نعم كان دخلوا من فيه بلي كاين اسوسي مع ان شيف دو غوفرنمون الجيريان اللي معروف راهم في الحبس راهم يخلصوا اذا داروا هاي يخلصوا. نعم إيه؟ راح نوصلوا في النقاش معك سيدي الفاضل وفي هذا الملف الطويل العريض نقعدوا يومين ثلاثة ايام وحنا نناقشوا في هذا الملف إيه؟ وما يخلصش اكيد احنا راح نقيسوا النقاط اللي تهم المواطن الجزائري. نقاشنا معك مازال متواصل سادة الكرام سادة الأحبة. لازلنا نواصل معكم هذه التغطية المباشرة من قناة الحياة الجزائرية ومن خلال هذا البرنامج المتميز. فاصل إعلاني ونواصل لا تذهبوا بعيدا ابقوا معنا. تحية طيبة للجميع نرحب بكل من يلتحق بنا لحظة عبر قناة الحياة الجزائرية مباشرة طبعا في هذا الإطلالة المتميزة لمناقشة ملف قطاع النقل في سيدة الجزائر. نتأسف لما يحدث في الأونة الأخيرة وطيلة 20 سنة من النظام السابق. أسعد باستضافة طبعا ضيفي اللي راح حاضر معايا الأستاذ عبد القادر بشرية رئيس الفيدرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع. مساءك سعيد من جديد. شكرا راكم مليح شويه لاباس؟ ربيع. يلا نبداو فقره التحدي مع ضيفي اللي راح حاضر معنا سيدي الكريم. نبدا من اخر نقطه كنا تكلمنا عليها. بارونات كانت تتحكم في قطاع النقل ومن بينهم طحكوت ويحيى وغيرهم كان فيه اتفاقيات شراكه فيما بيناتهم في العلني وفي الخفاء واوصلتنا لما نحن عليه اليوم. نتحدث اليوم ايضا عن بعض البارونات الخفيه التي خلينا نقولوا بالدرجة باللي والفت الرشوة والفت سياسة الساندويتش في منح الخطوط مثلا بين الولايات. قال مثلا انت شريت سيارة باش ديرها سيارة أجرة أو حافلة قال مثلا حاسي مسعود العاصمة أو حاسي مسعود بجاية يقول لك ما نقدرش ما نعطيش الخط لأنه فلان راه متحكم في هذا لالين وفلان متحكم في هذا لالين. تفضل. شكرا. يعني من زمان كاين رشوة في
فيما يخص كما يقولوا لاتريبيسيون تاع لي لين دو ترونسبور، ماشي كاع لي ديريكتور ولا ماشي كاع الاخر، ولكن كاين هذا الرشوه تاع باش يمد لك لا لين مليحه كما يقولوا لين رونتابل لين كيني با رونتابل. لين رونتابل فيه يعني الناس يمدوا رشوه دي فوا باش يجيب لين رونتابل. كان عصابات في الولايات اونيفو دو شاك ولايه لي سيطروا على لي ديريكسيون دو 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 ترونسبور. هذا من زمان. نعم، لكن لماذا هذا التلاعب اليوم سيدي الفاضل؟ كيف يمكن اليوم الخروج من هذه القوقعة التي عشنا فيها طيلة 20 سنة؟ لحقتنا شكاوي هنا في الجزائر من طرف أحد يعني رجال الأعمال، قال لك وين أنه عندي حافلة، أنا حبيت ندير حازم سعود هنا خروبة الجزائر العاصمة، ولكن طلبوا لي دراهم، طلبوا لي الرشوة ومبالغ خيالية. قال لك اليوم مانيش حاب ندخل أنا في الحرام. ما هي الحلول اللي يجب اتباعها؟ عطاو له بومرداس حسين سعود، يعطوا له بجايه حسين سعود، علاش مش فيش الجزائر؟ جوبونس هذا عاد كاين وزاره النقل، كاين وزير النقل وين يقدر يروح يدير شكوى، كاين لي سيرفيس سيكوريتي، كاين البروكيرور، كاين العداله. لا لا لا، يطلب له عايش في الجزائر؟ يطلب له الرشوه يفوت باسكو علاش؟ اذا ما تكونش يعني دينونسياسيون من طرف المواطن الجزائري ما نقدروش نحيو هذا الرشوه، ما نقدروش نقصوها، ما نقولكش نحيوها. الزميل الامين محمد بدري صحفي بقناه الحياه الجزائريه توجه طبعا وشفت مقبل الفيديو، نعم. يعني ما فيش استقبال، كيف لك يعني يا أخي انك تقول تقدم شكاوي؟ اذا طلب له رشوه يبو ديبوزي بلانت ويقدر يدير شكوى للوزير وزير النقل ولا الاطارات لو ديريكتور دو ترونسبور تيرست، ولا كاين يعني اطارات نازيها في الوزاره، كاين ولا في لي ديريكسيون دو ترونسبور، وكاين اطارات اللي راهم يديروا في الرشوه، كاين نعم. اطارات باش ما نكونوش متحفين في حق الاطارات كامل. ودي فوا دي فوا انا نقول لك سي با اونيكمون دي فوا لو ديريكتور اللي يدير الرشوه، دي فوا تلقى له شيف سيرفيس، دي فوا تلقى يعني الاداره كاداره. سي بور سا قلت لازم اعاده النظر في الاداره من البلونتون دي فوا في الاداره حتى للمدير. انا ما نقولكش جميع يعني الاطارات ولا جميع اللي راه في الاداره ياكل رشوه، كاين ولاد فاميليا، ولكن تلقى واحد يخسر كلش في الاداره. نعم، راح نناقشوا هذه القضيه ايضا. باش ما نكونوش مشحفين في حق مدراء النقل وايضا بوزاره النقل، فيه تباطؤ ايضا من طرف الناقلين هذو، وين يستعملوا الحيله والسياسه المافياويه ضد يعني المستهلك او المواطن. تقول اديني البلاصه الفلانيه ما يدينيش، انا واحد منهم يعني نتكلم كمواطن مش كصحفي. في حسين داي، من حسين داي هنا ساكري كور يقول لك ما نديكش. لماذا هذا التحايل اليوم؟ الطاكسي اليوم المفروض عليه انه خويا احبس تديني البراقي تديني كذا لا ولايه درجي وين حبت تديني ما تقوليش ما نديكش. كيف يمكن اليوم نتعاملوا مع هذه التصرفات؟ يا اخي نهار اللي كان تاكسي كان دي جون فريمون تري زونيت في التاكسي هو فريمون سي لي زيو تاع المواطن، يديه وين يحب، سي لا كونفيونس، يدي دي فامي في التاكسي يديهم وين. الزمان اللي كان التاكسي نهار للدوله لا ليبيري لو تاكسي بور تو الموند، ني اونكيت ني والو، لي روبري دو جوستيس، لي ضرب لا دروغ ولا تاكسيور، ما كانش اونكيت، خسروا ليماج تاع التاكسي. نهار اللي كان تاكسي على ديدانو كانوا فريمون دي بير دو فامي تاع تاكسيور، لو تاكسيور سي لا سيكوريتي، كي تلقى تاكسي تركب فيه تلقى روحك اون سيكوريتي. وضرك ولا لماذا لا تتحرك اليوم الوزاره وتسحب يا اخي الدفتر من هذا؟ انت قلت زمان تاع العصابه لا جيستيون تاع 20 سنه ولا اكثر من 20 سنه داتنا لهذه زون ليبيري بور تو الموند. اليوم في الجمهوريه الجديده كيف يمكن استرجاع هيبه سائقي السياره وسائق سياره الاجره؟ سحب مباشره يفو دي زونكيت. الناس اللي داروا مشاكل، الناس اللي غلطوا، ولكن امام الملأ راهم يقوموا بهذه التصرفات. يلا سيدي روحوا نشوفوا هذا الفيديو طبعا مع تحقيق اللي اجراه دائما محمد امين بدري مع رزقي لونيس. يتفضل رزقي، شوف كيف يتعامل سائق سياره الاجره مع المواطنه بكاميرا خفيه. يلا تفضل. منهم من يرفض حتى الاستماع لطلبنا اصلا، ومنهم من يرد عليك في احسن الاحوال انه ليس متجها نحو الوجهه التي تطلبها. وبالرغم ان كلا الصنفين قد خرقا القوانين، الا ان هناك صنفا ثالثا يمارس الاحتيال العلني فيعرض عليك توصيله بقيمه ماليه جزافيه دون استعمال للعداد. يسمي الجزائريون نظام الاحتيال هذا باسم الكورسا، انه اشهر نظام احتيال مسلط على الجزائريين، لكن لم تتحرك أي جهة.
للأسف لم تتحرك أي جهة كما نشاهد سيدي الفاضل. الصورة أصدق من أي تعبير، يعني السائق قال لك في غالبية الأحيان سائق سيارة أجرة لما تحبسه ما يسمع لكش حتى، وإذا سمع لك يعرض عليك كرسة. مثلا كما كان هنا الزميل قالوا تديني البوزريعة، قالوا ما نديكش كونتور نديك كرسة. كيف يمكن القضاء على هذه الممارسات؟ شوف احنا دائما نقولوا باللي الرئيس ما خدمش، الوزير ما خدمش، المدير ما خدمش، ولكن المشكل ايضا لدى المواطن ولدى العمال البسطاء هؤلاء. كيف اليوم احنا كنقابه الاولين قلنا كاين فوضى في النقل. كيف يمكن اليوم انتم كفيدراليه القضاء على هذه الفوضى؟ كفيدراليه فيما يخص نقل المسافرين بالحافلات قلنا لازم دي بلون دو ترانسبور، لازم دي بلون دو ترانسبور شاكلين يقولك شحال من حافله، نيميروتي لي كاباسيتي اشحال لازم الطاكسيات الثاني يفو دي ستاسيون يفو كاين لو سيستيم كيفاش كومون اورغانيزي لو تاكسي كومون اورغانيزي لو بوس. ولكن حنا خلينا لو سيستيم تاعنا تاع لا جيستيون تاع البلاد tous les secteurs دخلهم في الانارشي تاك على منطق سي با اينيك مولو ترانسبور tous les secteurs دخلهم في الانارشي باش pour mouiller كاع لي زون سي تادير tout le monde y compris كاع البلاد. لماذا اليوم عدم احترام القانون من طرف سائقي السيارات؟ جو بونس لازم دابور دير هذا القانون، لازم في قوانين يا اخي في قوانين وضعيه. شوف الجزائر لديها ترسانه قانونيه بما تضاهي ترسانه قانونيه تاع اخي كان الانارشي. المشكل اليوم في تطبيق القانون، عدم احترام القانون. لما يطبق عليه الشرطي القانون يقول لك احكم، كيف ذلك؟ قبل ما يحكم عليه الشرطي قبل ما يطبق عليه القانون الشرطي مد لي حقي كناقل الطاكسي ولا البوس. كيف يمكن ان نمد لك حقك كناقل؟ كيف انا نقول لك دروك نفهمك. وكان كاين مخطط تاع النقل اللي يقول لك شحال الطاكسي اللي لازم في لاستاسيون هذه، اللي لازم في لالين هذه، كومبيان دو بوس اللي لازم، هما اللي بار واحد يشري لالين، واحد يشري لاكارت تاعو ولات انت دون زعما فوتبول كاين حتاش لو كان دخل 20 كاش تاكتيك دو جو تقدر ديرها في الميدان سي لا ميم شوز. لو ترونسبور الخط هذا لازم له طون دو تاكسي، هذا لازم له طون دو بوس. اذا تكون لي كاباسيتي تزيد تكون اون انارشي. كيفاش تطبق القانون دون اون انارشي؟ تكون اون كونكورونس دي رويال. سي بور سا قلنا لازم يكون مخطط النقل، لازم نريحوا في الطاوله، لازم دي بيرو ديتود يديروا كيفاش يكون هذا الطاكسي، وين يكون، كيفاش يكون، واش منين، واش شحال حافله. نعم ولكن خلينا باش نتكلموا ونكونوا واضحين، كل ما تتكلم عليه حقيقة كاين منه، ويجب على الحكومة الجزائرية الأخذ بعين الاعتبار. واش راك تتكلم من أجل إصلاح وبناء سيدة الجزائر؟ نعم فيه دراسات، يجب أن يكون فيه دراسات. اليوم هذا سائق سيارة الأجرة لماذا يكون قوي على هذا المواطن المغلوب على أمره، هذا المواطن البسيط؟ أتخيلها في نفسك أنت أنه عندك موعد مثلا وتقول له اديني، يقول لك ما نديكش، يقول لك نديك كرسي سينو ما نديكش، يعني يحطك أمام الأمر الواقع. أنا ما نقولكش ما كانش هادو يعني كيف يمكن اليوم القضاء على التجاوزات باش نخرجوا من هذه الفكرة؟ هادو سيدي كايزولي كاين بعض التاكسيات. كيف كايزولي؟ روح نخرج معك برا دوك تشوف. ولكن سي با تولي تاكسيور، كاين دي تاكسي غالبية سائقي سيارات إلا من رحم ربي. كاين دي تاكسي تريسيريو، كاين دي تاكسي شرفاء ويخدموا بنزاهة، ولكن غالبية سائقي سيارة الأجرة يتهربون ويتملصون من المسؤولية. يا أخي على أنه ذلك اسمح لي، في بعض سائقي سيارة الأجرة يقول لك ما نديكش على الطريق هذه لأنه في سيركيلاسيو ويحاول إغراءك باش يديك من طريق واحد أخرى لزيادة التسعيرة. يا أخي قلت لك نهار اللي كان التاكسيور كانوا دي جون تري سيريو. يا أخي معليش ولكن التاكسيور ولكن تفضل ولكن لو سيستيم نهار اللي دار لوفيرتور مد للاخرين ني فورماسيون ني والو. يفو فورمي ان تاكسيون يدوا تر فورمي قبل ما يبدا يخدم، يدوا تر فورمي لازم تشوف لا 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 تشوف اسك هذا 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 تنمد له الكواط باش يدير تاكسيور، اسك عنده يعني عنده اسك عنده العقل 100%، اسك عنده سي بارو بري جوستيس. اذا اعاده النظر، اعاده النظر. يفو فورمي، يفو فورمي سي ترونسبورتور، يفو فورمي سي 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 نوفو تاكسيور باش واحد يدخل المهنة يفولو فورمي. نعم. فورمي. إذن اليوم على وزارة النقل وطبعا على حكومة عبد العزيز جرات إعادة النظر في قطاع النقل، لأن الفساد الذي ينخر بهذا القطاع ما خفي أعظم سيدي الفاضل، ولعل أن القضايا التي هي اليوم في أروقة المحاكم لأكبر دليل على الفساد. لكن نحاول مع ذلك
اصلاح ما يمكن اصلاحه يا في قطاع اخي الفساد أنا. الفساد نعم. قلت لك سي با لو تاكسيور ولا لو ترونسبورتور سي لو سيستيم في علاقه متواصله لا لا سي لي او كادر اللي كانوا في سيستيم ا ليبوك اللي داروا في السيكتور هذا تاع النقل داروا فيها الرشوه داروا فيه البارونات داروا فيه بالدراهم تاع البنكه بالدراهم تاع 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 الدوله اما الترونسبورتور البسيط اللي شرى بالدراهم ولا باع تراب باش شرى البوس ولا جاب ان بيتي بري بونكار دون كادر دو لونسيك لا ماجوريتي زون روبورسي مي الملاير سي با لو بيتي ترونسبورتور اللي جاب ملاير سي هادو البارونات هادو لا مافيا اللي جابوا الدراهم تاع اللي كلاو الدراهم تاع البنوك حنا ما كليناش الدراهم تاع البنوك لا ماجوريتي تاع الناقلين ولا تاع سياره الاجره يزون روبورسي ولكن كلامك جوهري 100% وانا موافقك وشك تقول سيدي الفاضل ولكن فيه تواطؤ ايضا من طرف هذو الناقلين اللي باعوا تراب وشراو حافله وشراو سيارات انت لما هذا المسؤول يدوموندي منك رشوه ما نمدلكش اذا قاعد اتفقنا حنايا الناقلين انه ما نمدوش رشوه بالتالي هنا راح الناقل البسيط ولا التاكسيور البسيط ما يمدش الرشوه هذو اللي عندي اللي جابوا دراهم كبار من البنوك الجزائريه دراهم تاع الشعب الجزائري هما اللي شراو طول ما شراو الاطارات كبار تاع الدوله شراوهم اول لا 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 شفنا في المحاكم واش راه يصرف في المحاكم ربي سبحانه الى لا 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 ديفيولكي خرجهم خلاص شفناهم الجميع يعني كل الجزائريين شافوا هذو البارونات شافوا هذو اللي داو الدراهم تاع البلاد ربي يستر نعم اليوم باش نخرجوا باش نغلقوا طبعا هذه النقاط ونروحوا نقاط اخرى لانه راهي مبرمجه كثير من الاسئله سيدي الفاضل الوقت يداهمنا كثير كيف يمكن اليوم انه اعاده النظر في قطاع النقل واعاده القطار على السكه الصحيحه تفضل بونس يفو ديزيتيود حنا قلنا يفو كي لازم المخطط تاع النقل المخطط تاع السير ان بلون دو ترونسبور ان بلون دو سيركيلاسيون يفو ديزيتيود في جميع في لي 48 في جميع الولايات القطر تاع القطر الجزائري يفو باسي دو سيستيم تاع البيرو السيستيم تاع ليتيود تاع الدراسات لازم تكون دراسة تقول كشحال الحافله لازم يكون في القط لي كاباسيتي تاع الحافلات باش الناس ما يستناوش ساعه ولا جوج في لي زور دو بوينت لو كان كاين يونيتيد على بالنا شحال الناس اللي راهم في لي زاري الصباح لي كاباسيتي تاع البيس ما نديرش بيس تاع 30 بلاص ولا 27 بلاص ندير كاباسيتي تاع 100 بلاص ندير 120 بلاص ندير دي كرون بيس باش الناس يلحقوا العمل تاعهم يلحقوا المدارس تاعهم يفو دي زيتود ونشوفوا قلت لك النوعيه تاع الحافله اللي لازم تمشي في بلادنا النوعيه تاع السياره اللي لازم تمشي في بلادنا يعني الوسائل لازم ان تكون وسائل دراسات ميدانيه ميدانيه نعم. وتكون المشاوره بين الاداره ولي بارتنير نقدر نلقاو الحل كاين يفو اون فولونتي يفو اون فولونتي من طرف الاداره المشروع هذا تاع الجزائر الجديده ان شاء الله ما يكونش حلم برك لازم يكون ان رياليتي لازم نديره في الميدان نعم وهذا ما يأمله المواطن الجزائري ولكن هذا الحلم لا يطبق بي وبك فقط وانما بتضافر جهود الجميع نعود نوليو الى جائحه كورونا وتداعياتها طبعا على قطاع النقل ما هو تعداد الناقلين خواص العاملين في قطاع النقل ما بين الولايات عندكم لو شيفر اكزاكت ما عندنا يعني ناقلين عندنا اكثر من 60,000 ناقل نعم يعني خواص يعني ما فيه مؤمنين اجتماعيا هؤلاء 60,000 لا ماجوريتي راه عندهم وكاين اللي ما عندهمش يعني لي زاسيونس تاعهم في لاكازونس كاين اللي عندهم كاين اللي ما عندهمش وشي تادير في 60,000 هذا كاين اكثر من 20,000 بين 20 ولا 25% من الناقلين تاع ما بين الولايات ما بين الولايات نعم يعني سي تان نومبر امبورتون تاع ما بين هذو الحافلات ما بين الولايات وحافلات كبار حنا سي بور سا قلنا لازم يعني لازم يوليو العمل في اقرب وقت راهم يعانيوا يعني كارثه اليوم انتم كفيدراليه تطالبون الحكومه الجزائريه باعاده فتح قطاع النقل في الجزائر بخصوص طبعا النقل بين الولايات بسياره الاجره ولا بالحافله الحافلات نعم للخروج يعني باقرب وقت وهذو يعني اصحاب الحافلات ولا اصحاب سياره الاجره مستعدين باش يتبقوا يعني الاجراءات الوقائيه اللي لازم نعم هل ترون ان ابقاء حظر النقل بين الولايات مبرر مقابل عوده الرحلات الجويه الداخليه في حال ما اذا الحكومه رفضت انه اعاده فتح قطاع النقل بين الولايات هل هذا الشيء مبرر سبا
بونس النقل يعني بالطائرات الداخلية لي ريغل با لو بروبليم تاع لو بروبليم 100% يعني في النقل ما بين بين الولايات. دروك سي هادو الطائرات ولاو باسكو يان بروبليم ايكونوميك يان بروبليم سي بور سا قلنا لازم تكون العوده للعمل جميع القطاعات، الطائرات، الحافلات، سيارات الاجره، لا 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 الشركات ايضا السكك الحديديه. يفو اون رولونس ايكونوميك، يفو اون رولونس ايكونوميك. لا رولونس ايكونوميك سي با تبقى في الدار ولا تريح في الكارتي بوفير اون رولونس ايكونوميك. لازم انه يكون فيه تعيش، لازم دير في الذهن الجزائري بلي رانا في خطر. هي اون كريز مونديال، كريز مونديال سانوزا توشي ميم حنايا في الجزائر. اون دوا تروفي دي سوليسيون ايميدياتمون pour relancer le secteur du commerce, le secteur économique, le secteur du transport, tous les secteurs, les écoles. يعني انا رانا حنا كاتحاد التجار رانا ضد هذوك اللي يقول حبس الترونسبور، حبس لي زيكول، حبس الطائرات. il faut relancer tous les secteurs. dans les médias, il faut trouver des solutions. Comment relancer tous les secteurs pour sauver ce qu'il faut sauver. نعم، سيدي الفضل. نروح إلى نقطة أخرى، مشاريع تجديد الحظيرة الوطنية لنقل المسافرين. أنتم اليوم متهمون بنقل الجزائريين في حافلات الموت بالنظر لقدمها واهترائها. تعليقكم على القضية تفضل. يا أخي، إحنا اللي قلنا استوردنا كاع الخردة تاع العالم، ولكن الحافلات هنا تي أرنا كي جابونا حافلات غير صالحة للنقل المسافرين. وحنا من هذاك النهار ما قلنا لازم نديروا ميكانيزمات لازمه باش نعاونوا الناقلين باش يبدلوا هذو الحافلات، باش يبدلوا هذو. انتم بدراسه لهذه الحافلات القديمه المهترئه قدمتوها للجهات الوصيه؟ كاين يعني لو كونترول تكنيك ديال المينيستر دو ترونسبور، الا في ان كونترول تكنيك الناس ما تقدرش ما فيه الغش في الكونترول تكنيك. كاين حافلات غير صالحه ولكن خلوهم يخدموا، ولكن الاغلبيه تاع الحافلات علاش خلوهم يخدموا هنا؟ فاتوا الكونترول تكنيك ولقاوهم ملاح الخدمه. هذوك الحافلات كاين بعض الحافلات ماشي صالحه للعمل. انت قلت في الزمان هذا تاع لا جيستيون تاع 20 سنه كان فيها رشوه، دي فوا واحد يخلص الرشوه يمدوا له. لا لا لا، ولكن حنا نقولوا بليك في السوق الجزائري ما كانش الحافله الجديده، ما كانش دي ميكانيزمات تاع الفينونسمون في لي بنك الجزائريه في الوقت الحالي باش واحد يبدل الحافله تاعو. نقول لكم السوق الجزائري ولا لو سيكتور دو ترونسبور تاع الحافلات يسحق اكثر من 30,000 حافله في الوقت هذا الجديده، باش اكثر من 30,000 في تقاعس. اذا حسب رايكم من طرف البنوك في تمويل الناقلين لشراء الحافلات؟ كاين اون كريز. او ميم طون لو نوفو غوفرمون يشو شيرش كومون تروفي دي سوليسيون pour financer soit le secteur économique soit le secteur de transport pour relancer l'économie nationale. Le gouvernement il est en train de trouver des solutions كيفاش يعني يمدوا دراهم، كيفاش يكون الفينونسمون بور سيت رونونس دون تو لي سيكتور. حنا يعني نطلبوا دابور باش يجيبونا حافلات في اقرب وقت، باسكو السوق الجزائري ما كانش فيه حافلات لتجديد الحظيره. اكيد لتجديد الحظيره، ويديروا لنا ميكانيزمات لائقه باش يسهلونا نبدلوا هذه الحافلات. نعم، يلا نروحوا الى سؤال اخر. كيف تعلقون على ابقاء منع تمويل مشاريع قطاع النقل بخصوص صيغه الوكاله الوطنيه لدعم وتشغيل الشباب اونساج؟ يا اخي النقل قلت لكم راه في فوضى. احنا ما راناش ضد باش يدعموا اليوم راه فيه تعليق من طرف الوكاله الوطنيه اونساج. تعليق لي، علاش ما يفتحوش المجال امام الناس اللي تحب تستثمر؟ قبل ما يفتحوا المجال بور لي نوفو ترونسبورتور لازم يفتحوا المجال تاع لونساج للناس باش يبدلوا الحافله تاعهم حتى نشوفوا الحاضره الوطنيه. اذا لازم الزياده حنا كونترير لازم يدوا فينونسي الشبان الجزائريين باش يدخلوا لو سيكتور دو ترونسبور. حنا ما راناش ضد الشبيبه الجزائريه، ولكن لا بريوريتي يفو فينونسي باش يبدلوا الحافلات ونشوفوا الحاضره الوطنيه اسك يعني سانيسيسيتا رونفورسمون
il faut renforcer, s'il faut stabiliser, il faut stabiliser. لازم دابور نظمو النقل نشوفو اسك كي يكون ان بلان دو ترانسبور يقول كاش كانت فيه زياده ولا نقصوا ولا نزيدوا. هذا هو يعني فوي ديال لا ما راناش ضد فتح وكاله دعم تشغيل الشباب لتمويل مشاريع النقل. مشاريع النقل دابور للناقلين الحالي اذا كاين نقص يزيدونا من شبيبه. جميل. يلا الكثير من الناقلين اليوم لجأوا لرفع عشوائي للتسعيره، كيف تتعاملون مع هذه القضيه؟ التسعيره احنا كاين اللي يزادوا من عندهم يعني ما كانش بزاف. كاينين اللي باسكو التسعيره سي لو مينيستر دو ترونسبور، حنا شاك فوا كي تكون حاجه ونيغوسي مع المينيستر دو ترونسبور باش نلقاو الحل، خاصه كي تكون زياده في الغازوال والليسونس حنا نيغوسيو مع الوزاره باش نلقاو الحل للتسعيره باش ما نضروش المواطن. وهذو اللي زادوا عشوائيا كاين الانترفونسيون تاع مديريه النقل، كاين الانسبكتور تاع مديريه النقل، كاين وين عالجت المشكل، كاين وين مازال ما عالجت، وكاين وين زادوا عندهم الحق. علاش؟ باسكو زياده. خليني نسقسيك حاجه برك سيدي قاطعك هنا، لما في زياده التسعيره لماذا تذهب تلجؤون مباشره للمواطن وحرق جيوب المواطنين؟ زيد التسعيره، زادوا الدوله زاد في الغاز زاد في المازوت، اذا نزيدوا في التسعيره، احنا المواطن هو اللي يخلص. علاش ما فيش حلول اخرى؟ طلبنا الدعم من طرف الدوله مثلا، دعم من طرف الدوله بخصوص الغاز ولا طلبنا المازوت. يا اخي تفضل يا اخي، حنا طلبنا الدعم من طرف الدوله باسكو لو ليجيستلاتور الجيريان الا بريفو الدعم تاع النقل في بلادنا. كاين في القانون يعني في بلادنا بليك يقدروا يدعموا النقل، النقل الحضاري والشبه الحضاري ويقدر، ولكن هما دعموا له بارون، دعموا الكروكوديل، يمدوا له 2 ملايين في النهار خدم ولا ما خدمش. هذاك لي زونتربريز اللي كرياو هذو البارونات، هذو البارونات ترونسبور يونيفرسيتير يمدوا له 2 مليون خدم ولا ما خدمش، دعموه وداروا له الحافلات في النقل الحضري دعموه. نعم. مدوا له الدرهم من البنكه الجزائريه وشاك فان دو موا يفيرسيو له من البنكه الجزائريه. نعم. حنا الزواليه لي بتي ترونسبورتور ما كانش تدعيم. كي تشوف لي شارج زادوا، حنا شاك فوا لي شارج يزيدوا نطلبوا من الدوله سوا اون بريزون شارج تعاوننا سوا لوغمونتاسيون. ولكن حتى الدوله عاونتكم وعطات اقتراحات انه تروحوا للسير غاز. سير غاز فيما يخص التاكسيات. ولكن كثير من الناقلين امتنعوا على هذا الشيء. لا هذا فيما يخص التاكسيات كان الدعم من الطرف ما حبوش يديروا من الطرف. لا ما كانش لا ديسبونيبيليتي، ما كانش لا ديسبونيبيليتي، كان الدعم تاع الدوله. حنا حضرنا لي رينيو معاهم شاورونا ونيتي داكور باش التاكسيات، ولكن باش تسحلك او قلت فيها سيتادير يفو ليبيري، خلي الناس هذوك اللي راهم اللي يديروا المونتاج تاع السير غاز سوا يمبورتي هو ولا يجيب هو ولا يجيب لا كونتيتي سيفيزونت، الدوله تجيب لا كونتيتي سيفيزونت تمدل كاع اللي راهم. ماشي فلان مد لو طون، فلان مد لو طون، تكون فيه العداله وتطبيق القانون. والتاكسي استنى له التور تاعو باش يدير سير غاز. نعم جميل. سؤال اخير فقط اذا سمح المخرج في 30 ثانيه جاوبني فقط، اذا كانت السياره هذه مثلا حولها صاحبها كانت يعني تمشي ليسونس ولا مازوت ودارها سير غاز يعني ولا تمشي بالقرعه كما احنا نقولوا، هل تكتفي البطاقه الرماديه انه هذه السياره؟ سي نورمال، سي نورمال. وكاين تكتب في الكارت غريس كاين يمدوا لك اون اتيستاسيون، وهذه كي دير لو كيت تاع سير غاز تيكزونيكم ينحيولك لا فينيات، ينحيولك كاين دي شارج، ينحيولك اللي دارها. كاين يعني كاين الدوله دارت ديزافونتاج اللي يروح يدير سير غاز ينحيو لك كالك تاكس، ينحيو لك. جميل. ولكن هنا لانه صرا في اختلاف خطره وجانا فيه شكوى هنا للقناه انه مثلا شرطي يلقى سائق سياره الاجره يعني يمشي بسير غاز ولكن في الكارت غريز ديالو ولا في البطاقه الرماديه مش مكتوب انه يمشي بسير غاز، هنا دار له مخالفه. هذا شي ليكسيد جال ما في القانون، ما كانش المخالفه على هذه، شي ليكسيد جال تاع الشرطي. كاين الشرطي كي يلقى عندك الكوارت ريغلو يقول لك سير غاز، الدوله راه تنكوراجي باش دير سير غاز، الشرطي يحبسو باسكو دار سير غاز. هذا شي ليكسيد جال، شي ليكسيد جال. شكرا لك سيدي الفاضل، لانه كاين بالك ممكن جهل القانون من بعض الاطراف او الى ما غير ذلك، ولكن نتمنى ان شاء الله تطبيق القانون في الجزائر للنهوض بها وبناء دوله المؤسسات لدوله الاشخاص.
الأشخاص ولا تزول الجزائر بزوال الأشخاص. سيدي الفاضل كلمة في 30 ثانية تفضل لنختم هذا البرنامج. تفضل احنا يعني ليك الكاميرا وتوجه رساله باختصار. الله يرضى عليك. تفضل. احنا نطلبوا يعني من جميع الناقلين يعني في الوقت هذا تاع الكورونا باش يعني ياخذوا الاحتياط تاعهم فيما يخص البروتيكسيون سانيتير تاعهم، ونطلب ثاني من الدوله بالتعويض هذا في اقرب وقت، باسكو كاين دي بروميس في الكارت برك او يكون التعويض ولا حتى الان يعني الناقلين ولا الطاكسيات ما شدوش التعويض تاعهم. شكرا لك. نطلب من الحكومه في اقرب وقت يمد، باسكو رانا دون زي سيتياسيون كريتيك. وإحنا نطلب منكم طبعا كصحفيين وكمواطنين سيدي الفاضل على سائقي سيارة الأجرة احترام المواطن الجزائري وأخذه إلى أين يشاء وحيثما يريد سيدي الفاضل دون إجباره بما تسمى بالكورسة يديه بطريقة قانونية. ونطلب اليوم من هذا المنبر من المواطن الجزائري كل من يتعرض أنه سائق أجرة يقول له الدين المكان الفلاني وما يديهش المكان الفلاني، عليه بأخذ الرقم يعني اللي مكتوب في الباب وتقديمه إلى مديرية النقل لسحب مباشرة وتقديمه إلى الجهات المختصة. إذن مبقى لي غير نقول لكم مشاهدينا الأفاضل، مبقى لي غير نقول لكم نتهلاو في رواحكم، تلقاو غدوة بإذن الله تعالى مع ملف آخر وقضية أخرى. السلام عليكم. شكرا لك أستاذ.